انعقدت جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي ضمن الحوار الوطني، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة. ناقشت الجلسة قانون الأحزاب السياسية الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية، تشكيل واختصاصات لجنة شؤون الأحزاب، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.